ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اخوة الايمان والاسلام، عود طيب ومبارك الى القرآن الكريم، وازالكم العالم القرآني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الاسلامي، فاضلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور، سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Thank you.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Thank you.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده. وتوكل على الحي وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض
ستة أيام Allah
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا قمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا عنا عذاب جهنم
وعباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا
ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وكان الله غفورا رحيما
والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يخلد في مهانا إلا من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما
وكان الله غفورا رحيما. صدق الله أيها القارئ صاحب الجلال، زاد قلوب الحيرة شوقا، جلوت بقول الحق فيما تلوته، وأنشأت من التابعين تزوقا، فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين، فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تلا على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي، فاضلة قارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة، نقلت على مسامع حضراتكم من هذا الشركة الدولية للهندسة الإذاعية ببرامة دارة محمد السلام وولد حمادة محمد السلام، تليفون 66-00-236 برامة الشركة على مال أدوار كهربائية، إدارة حاج فكر الحسنين وناصف الحسنين بكفره، دخلنا لكم داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى، والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نووي برامته الشكفر، وشكر الله سعيكم.